لكأس أمم إفريقيا وكذا تأهل لكأس العالم عام 2014، أهم ما ينتظره الجمهور المغربي من أسود الأطلس. لنتحول الآن لمنتخب الفتيان الذي يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا عام 2013 بالمغرب. المزيد في هذا التقرير. سنة من العطلة الإجبارية في انتظار منتخب الفتيان، تدبير المرحلة الفاصلة عن الموعد القاري بمهنية واحترافية يأتي ضمن أولويات الطاقم التقني الوطني. ما هي الحلول وكيف سبيل إلى الحفاظ على جاهزية وتنافسية العناصر الوطنية قبل الكان، أخذا بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بهذه الفئة العمرية؟ عندنا سوسي الكبير الأولاني هو أنه اللعابة اللي ما كيلعبوش فرق كبيرة ويحاولوا ياخذوهم على شله الفرق الكبيره باش نضمنوا انه يكون التدريب متداوم وتكون لا كومبيتيسيون داخل الفرق الكبير ويكون التهلو اكثر. هذه من جهه. من جهه اخرى نتمنوا على الله انه غادي نحثوا على انه هاد اللعبه دابا هادو كلهم تقريبا بريمير اني كادي والشامبيونا ديال المينيم ربما غادي تبدا في اكتوبر، فخصهم كل سيمانه على الاقل يترينيو واحد 6 مرات على الاقل، لابد ما تربوس على الاقل مره واحده في الشهر، ولابد ما نكملوا في لي ماتش دو اميكو انترناسيونو. ما قدمه منتخب الفتيان في البطوله العربيه الاخيره افرز اشارات واضحه عن وجود نواه منتخب تنافسيه. الناخب الوطني عبد الله الادريسي دون مجموعه من الملاحظات ستساعده على تقويم العديد من الاختلالات. فيك سويسي دار لها ميز سويسي باش يدي مع هذا شو لها اللي خدام معاك تاني زيد كعبوني فوالا داز كعبوني تما فيك سويسي البلاصه هذا شحال داز كعبوني دايما نحاول نبدلو البلايص دايما واللي داز هنا يقضي حاجه هنا ولا لا دابا حنا الكره هنايا ني بيان الا كانت الكره هنايا نتهت ربيع بقاش اربعه كاين سوليسيون واحد يخرج اخرين يدوزو ونلقاو الحل لو كونستروي ما عنديش الحل شنو ندير ما عنديش الحل هنايا تزيرات عليا كونستروي ما عنديش الحل داروا لي بريسيون بوحدو جوج جايين ليه اجا رشيد عنده الكره اتاكو غادي ليه شنو خصو يدير يلعبها اش خصو يدير راه الجول طيب الجول شخصي ديال الجول ديجاجمون جو سامبل اون جو سامبل اون حضور المدير الرياضي بين فيربيك لفت الانظار وعكس التوجهات الاستراتيجيه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم التي تسعى لمنح اهتمام متزايد للقاعده ضمانا للاستمراريه. تواجد ناصر لارغيت مدير أكاديمية محمد السادس هو الآخر كان له أكثر من دلالة إذ وجه رسائل مشفرة لمجمل مكونات منتخب الفتيان. منتخب الفتيان في طور التكوين بشكل تدريجي ولا يمكن أن نعطي أحكاما أولية، إنه منتخب يحاول تدبير المرحلة المقبلة بتأني وتركيز كبيرين بطاقمه التقني. المجموعة الحالية تم تشكيلها خلال الموسم الماضي وخاضت بطولة واحدة بالسعودية
والتحق بها عنصران جديدان. هذا الموسم منتخب الفتيان يعيش مرحلة انتقالية. في خضم ما تم تداوله كان طبيعيا أن تسعى العناصر الوطنية إلى مضاعفة العمل الجاد ومواصلة الإعداد على نحو يسمح ببلوغ نسب عالية من التجانس والانسجام بتشكيل نموذجي يكون قادرا على دخول الاستحقاقات القارية بتطلعات تتجاوز حجم الانتظارات. كل الدراري ولاو فاهمين بيناتهم إن شاء الله نحاولوا نزيدوا نتجانسوا إن شاء الله مزيان ونشرف المغرب ان شاء الله في 2013 ان شاء الله. بالنسبه ولات مزيانه الدراري غادي ممكن نتفاهموا بعضياتنا وكنستافدوا ومع المدرب ديالنا السي عبد الله الادريسي كيعطينا شي حوايج جداد وكنطبقوها. الفتيان دشنوا اولى حلقات الاعداد في موسم ماراثوني يتطلب تعبئه شامله وتدبيرا مثاليا يقود المنتخب الوطني الى اقتحام المجهول وتكسير ظلام السلبيات التي ظلت اهم عناوين المرحله السابقه. نصل لنهاية هذا العدد، سنكون جد سعداء بالتواصل بانتقاداتكم وآرائكم وكذا اقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني للمجلة usud@karyadia.com. قبل الختام سنعود بالذاكرة لواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في مونديال كأس العالم 98 900 ألف طاهر الخلج في البال. دمتم في رعاية الله.